وبناء على ذلك أنا توجهت فورا إلى مدينة المحلة الكبرى مع وفد من طلاب كلية الآداب. كنا في الجنازة وكانت جنازة مهيبة للغاية، جنازة كلها كانت مشاعر إنسانية. تلقينا العزاء، أنا تلقيت العزاء من كل المعزين، عزيت طبعا والدة الفقيدة ووالد الفقيدة، وتلقينا العزاء وعدت معهم إلى المنزل وجلست معهم بعض الوقت، ثم بعد ذلك عدت إلى مدينة المنصورة في حوالي الساعة 1 صباحا. دكتور، اللي حصل ده يبين في خلل في المجتمع ما، يعني هل الكلية طبعا من واجبها التوعية ومؤتمرات؟ بكل تأكيد هذه الواقعة، طبعا هناك وقائع مماثلة. الكلية لم تتوانى على الإطلاق، الكلية لا تتوانى على الإطلاق في إن هي تحقق فورا مع أي حالة من حالات الخلافات التي تحدث بين الطلاب طالب وطالبة ونحو ذلك. لكن هذه الواقعة لم نختر فيها، لم تتقدم الطالبة إلينا بأي شكوى على الإطلاق، وبالتالي كان الأمر بعيدا عن إيد إدارة كلية الآداب. لكن في النهاية تم إحالة الموضوع بشكل كامل والظاهرة بشكل كامل إلى رئيس قسم الاجتماع لدراسة الظاهرة ووضع مقترحات لتعميمها على كل كليات الجامعة فيما يخص هذه الظاهرة، لأن أصبحت ظاهرة العنف للأسف الشديد ظاهرة يعني بتجتاح المجتمع المصري، ونحن نأسف لذلك ولنا دور في هذا إن احنا نحاول قدر المستطاع إن احنا يعني نسهم ببناء العقل والفكر والثقافة والوجدان والمشاعر والهوية، لأن ذلك هو دور أساسي من الأدوار التي يمكن أن تؤديها كلية الآداب في بناء المجتمع. أنتم المعنيين الأولين أكيد في المجتمع طبعاً. المصري أكيد في طبعا. علم